ويطبخوا في المخيم. فقالوا لي يبوا قدر ضغط، فلقيت قدر ضغط اديسون ب 449 الاكل جوته دعوله ما شاء الله ما شاء الله. اخذت مقاس 10، هو في منه مقاس 4 و8 و6 و10 و12 صحيح؟ يعطيك العافيه. خلاص اعطيني هذا ما شاء الله. عطى خير يا ابو سوير، عطى خير. الله عليك. انا ايه بقي؟ كم تمشي؟ انا عارف نازل دايفنج انا مو بقي. بالله عليك جميله استمتع فيها تمام؟ نفسي اكل تراب. وش نفسك تاكل؟ تراب. ما شاء الله تبارك الله، يعني صراحة رحلة رحلة جميلة. أتمنى أبو أحمد إنه أنت استمتعت. والله أنا استمتعت جدا بإذن الله تعالى. وأتمنى إنه كنا نهار شوي عشان استمتع بزيادة. لا لا بالعكس، طعم التراب عندكم جميل والله العظيم. ما شاء الله تبارك الله استمتعت يا حبيبي. الحمد لله عشة تراب، هذا هدفنا والله حبيبي. والله ما قصرت، والله يحفظك يا أبويا. صراحة شيء مخيف، يقول لك فيها ماكينة سكلت ومقوينة هم جماعة. طبعا عشان تكمل الرحلة في المخيم لازم في طبخ، وما يكمل الطبخ إلا بوجود إديسون قدر الضغط اللي من السيف جاليري. الحين هطبخ لكم شيء على السريع ووريكم الطريقة كيف. هذا لحم وهذا بصل. طيب احنا ايش هنسوي؟ هنحط كل شيء جوا هنا ونسيبه كم دقيقة؟ بيحسب لك هو، هو يحسب لي كمان الوقت. عندي واحد في الاستراحة صراحة والله خدمني والله. دائما تطبخوا عليه مقلوب أي شيء ما شاء الله مقدم يعني صراحة والله ميامي حبيبي يا جليل. والله وفر علي وقت صدق. يوفر عليك وقت والله، موفر علي وقت. يعني تطبخ ب 20 دقيقة مثلا كل شيء جاهز. هذا أكبر، هذا صغير، هذا أيه. حجم أكبر ما شاء الله. هو ميامي والله. يلا بنت خلينا نشوف الحين. يلا بسم الله. زيتون زي زيتون بسم الله. وعليكم السلام. يعني الزيت زيت الحلو. ايوه. يلا. هذا زيت. ها؟ يعني انا هذا مع بعض. الله عليك. تحط ماجي ما في مشكلة، يعني ما في ماجي. تحط ايش؟ ماجي. ماجي؟ ما. مكعبات يعني عندنا ماجي. كويس. اللحمة بعد مقولة. ايوه. هذا يعني يكفي 5 نفر. يكفي 5 نفر. كم كيلو اللحم ده؟ هذا 2 كيلو. 2 كيلو. طيب هو يعني بحسب له لحم وحط الرز. اي تحط الرز بعدين. ايه. كلها هنا. كلها هنا. الله عليك الله عليك. تبي بالمقدار يعني عنده، يعني بالمقدار عنده بدار. عرفت لا عنده قوة. ايوه. يعني تحسب له يعني بالكاسة الموية. الرز كذا كم؟ حط الموية. طيب. ليمون. هذا ليمون؟ ايه. ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. اوه هذا طبخ هنا في فرن ثاني. هذا ايش هذا؟ هذه برمة. هذه برمة قدر ثاني. طيب ذبيحتين. ذبيحتين يفرق الفرن ده القدر ذا عن ذا. المستعجل عرفت ذا المستعجلين يعني حلو. ايوه صراحة يعني يوفر وقت. حلو ذا يعني اللي عندك عزومة 30 و40 نفر. ايش حنسوي؟ هذه الموية عادية. موية عادية. ولو كان حار عاد افضل. ممتاز. عرفت؟ بهارات كبسة. بهارات كبسة. إيه. حلو. ما شاء الله. إن شاء الله. إديسون. يلا يلا. مش خليني أتأكد. طبعاً بدر بلا طباخ بدر ولا. إيه والله والله لعبت. طب إيش رأيك بهذا بصراحة؟ قسم بالله هذا زينته إن لما تحط الأكل فيه هو يتفاعل. مع يخلي الطعم توزنه على حسب الشيء اللي انت تبغاه. اذا كنت تبغاه نثري يطلع نثري، كبسه كبسه، حب حب. الله عليك. تبغاه خفيف صحي هيلثي يطلع هيلثي حسب المكونات اللي انت تحطها. ايه. فلما تحط مثلا زيت الزيتون مع مع الرز ايه وتخليه بس طماطم وبصل ايه حيطلع خفيف وحلو. لما
تحط مثلا اللحم وتحط اللحم في الشحم دسم مدهن. يعني انت تنصح بهذا الشيء ولا لا بصراحة؟ القدر هذا الكهربائي زينته انه حتى اللي ما يعرف يطبخ يصير يعرف يطبخ. الله عليك. ليش؟ ايه جد قد استخدمت هذا الشيء ولا لا؟ والله انا بكل اسأل جليل. احنا بالاصطراحة ما نطبخ الا منه. نستغل هذا في عامل الوقت. ايوه مثلا لما نجي متاخرين في الاستراحه ايوه تحط دجاجتك مع رزك مع اغراضك تكبه وانت مغمض. ايوه 10 دقائق 20 دقيقه فرش سماط. والله عليك والله ما في وقت نص ساعه وادعوا له على طول على البطن دائما. الله اصل عليك خلاص فيس. شكرا لك شيف. مين الشيف؟ بطل عاد السمي بيه. شكرا لك ادعوا له والله. الحين يا بدر نقفل ياسمي وبعدين تضغط. شوف حطينا اللحم تضغط هنا لحم. ايوه يقول لك هنا 20 دقيقة. ايوه وحط على طول فرش سماط قلبت الرجال على طول. ما شاء الله عليك مرة. الله الله لا طيب دحين خلاص هو اخذ الوقت. هو حياخذ الوقت 20 دقيقة مرة. 20 دقيقة 20 دقيقة وفرش السماط. وحيا الله حياهم الله على قل الكلافة. على قل الكلافة يا الربع يا الربع. هذا الكلام. انت دا تتكلم في حسابك على الطبخ؟ انا هاوي للطبخ. هاوي للطبخ. حنا بحط حسابك و الله يحييكم. ادعوا له يلا فيس 20 دقيقة وارجع لكم ثاني. صقر نايف ما شاء الله. نايف قبل كم يوم احنا اكلنا المقلوبة. شوف ايوه المقلوبة 100% ما شاء الله. ايوه هذا وين كان اعلان. ايوه هو صراحة يستاهل. الله عليك. طيب ولكن انت عندكم مشكلة كبيرة. ايش هي؟ في اللي يقلبها. ايوه هذه مشكلة كبيره. اللي يقلب شوف من ضمن الاعلان احد يقلب كويس. احد يقلب المقلوبه يشوفونها حلهم بعد يمكن يجيبوا فكره جديده. الله عليك. يمكن يجيبوا كذا جهاز وهو الان يقلبها. الله عليك حلو تمام. تعالوا يلا جادون. ايش تفضل. والله من اجمل كبسات ينحط في القدر. الله عليك اقسم بالله. مش عاد انا عاملهم انت دعايه. ها. بامانه اقسم بالله العظيم الجوعان واللي يبغى اكل لذيذ لازم هنا اديسون سيف جاليري. شكرا لك سلمان حياتي يعطيك العافيه. شوغر دادي ثانك يو سو ماتش هذا الحين هذا ايش هذا؟ نفسي له زياده كذا. هذا ايش هذا؟ نستمع شوي ونستمع نستمع شوي. خلوا ينسم ونرجع لكم. شوف خلص اللحم. الله عليك. شوف طلع شوي. نشوف اللحم استوى لسه ما شاء الله. اقول لك شوف شوف نستوي اياها. شوف ما شاء الله الحين طيب. هذا البرمه سوا عرفت شوف هنا كيف قويه ولسه ما استوى هنا. ايوه هنا لسه ما استوى. لسه ما استوى. ليش؟ شوف لسه ما استوى هنا مستوي. عشان ليش هنا اسرع؟ هنا اسرع ما ادري ما سبحان الله. شوف الماركة طيب هنا ها هذه مستوية ما شاء الله. طيب الحين نحط الرز. الحين نحط الرز تحط ما اسمه هذا معجون طماط. انت مزاجي تبيها ابيض تبيها احمر اللي تبيه. ايه اللي تبيه. طيب حط الرز. بسم الله عليك. شوف ما شاء الله ما شاء الله لينا يعني. تعال شوف هنا. يلا تعال شوف هنا. هنا نفس الوقت 20 دقيقة 20 دقيقة. والله لسه عندك. الله عليك الله عليك. لا هنا ادعوا له والله. ادعوا له. لسه ايوه. يلا خلينا نحط الرز. لأنه بديت ريحتي تصير بهارات. يعني ريحتي صارت بهارات. يعني الحين نحط الرز بتحط مع معجون انت وزايد. لا بدون عرفت. يلا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. عيني يا عيني. الحين حاطين الرز صح؟ ايوه. الحين نقول الرز. شوف كم حسب؟ 12 دقيقة. الله الله لحاله يعني.
يلا الله يعطيك الف عافيه. ده طبعا هيجهز الاكل ويجيب لي عشان اصوره وكذا تكون ايه. خلاص السلام عليكم. قاعد ريحتي ادام عشانكم بس وعشان السيف جاليري كمان. سلطان الحب سلطان مضيان ملك المجوهرات في الرياض، عنده ما شاء الله فوق 12 فرع. اي احد يبغى شيء في المجوهرات يروح لمضيان. الله يحييك. وغير الحكي نحطه بعيوننا. ما عندي. تسلم تسلم يا حبيبي. واخيرا واخيرا اللحظه الحاسمه الحين. السيف جاليري اديسون يرحب فيكم ويقول لكم ايش رايكم في الطبخه هذه. اطربني يا جليل، كيفني يا جليل، كيفني كيفني كيفني، كيفني في اخر سنابه. وادري لو ثقلت عليكم بس هي الفائده للجميع. هي اول. الله عليك يا جليل، الله عليك، ما شاء الله، الله الله. كيف عشان طوله بس شوف اللحم كيف يعني انحرق ولا ايش؟ لا شوف كيف مستوي. ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيف جاليري اديسون تخفيضات لنهايه العام، لا تفوتكم، سوينا اللي علينا والباقي على الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اجبرني اني اصور حبيبي. دنياها بالله دنياها صح. مقلوق. لا 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 تصور تعبان الحين. سلام عليكم. كيف؟ حبيبي. لا لا مو كيكه. ها. هذا رز لحم. ما شاء الله هذه من الجهاز ذا. ما شاء الله. شفت القلبة؟ شفت القلبة؟ هذا جليل. شوف موزونة. هذه قلبة جاليري. ادعوا له. ادعوا للقلب. يلا بينا. هنا هنا في الراية. والله نايف تعبنا من المطبات والأجواء.